لي خبر محزن امبارح، كان في خبرين محزنين، مي عز الدين ومحمد رحيم، والدة مي عز الدين ووفاة محمد رحيم. احنا احيانا بنعرف قيمة الاشخاص لما بنفقدهم. ناس كتير جدا انتبهوا لقيمة موهبة محمد رحيم بعد رحيله، وده للأسف الشديد، ودايما بنعمل كده، ودايما تنتبهوا ان طول الوقت تحسسوا الناس انهم مهمين، انهم بيعملوا شيء مختلف، انهم موجودين، انهم حاضرين. ما تغيبوش الناس وهم قادرين انهم يشتغلوا. دايما نسأل على بعض، دايما نهتم ببعض، دايما نقول كلام حلو لبعض، لان احنا مش عارفين النهاية ممكن تبقى في اي لحظة. محمد رحيم لسه شاب صغير، ويمكن كان حصل جدل امبارح انه ممكن يبقى فيه شبهة جنائية، ولكن حسم الامر ولا شبهة جنائية، وتم تشييع جثمانه. النهاردة في حضور عدد كبير جدا جدا من نجوم الفن والغناء، منهم طبعا محمد منير اللي ما بيسيبش واجب، هو صاحب واجب وأبو الواجب، وبيأكد أنا بخير ويا رب يديلك الصحة دايما، ودايما تبقى صاحب واجب، ودايما أنت على قائمة الناس اللي عندهم واجب واللي بيجبروا الخاطر. كمان جنات كانت موجودة، مصطفى قمر وتامر حسني، وتامر حسني برضو يتسم نفس الخط بتاع محمد منير، إن هو يعني اللي هو المواد الخام الجدعانة تصنفي بيها كده مجموعة من الناس، محمد منير، تامر حسني. أنا عايز أقول حاجة، زي ما سهير قالت، إحنا يمكن إحنا كنا عارفين إن في حد موهوب جدا جدا الله يرحمه اسمه رحيم، ويمكن إحنا قابلناه، وكنت لسه أنا وسهير وإحنا طالعين على الهوا بنتكلم في الموضوع ده، إحنا إزاي بكل السنين اللي إحنا اشتغلناها دي للأسف، وده خطأ مننا، لم نتذكر إن إحنا نلتقي برحيم. هل لأن هو ما كانش بيحب يظهر كتير؟ هو كان بيختفي في بعض الأحيان كتير، لكن المؤكد إن رحيم هذا الشخص اللي على الشاشة هو شخص موهوب أضعاف 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 ما ممكن أي حد يكون متوقع. مفيش أغنية الله يرحمه رحيم عملها إلا وكسرت الدنيا. لكم أن تتخيلوا طبعا مع أغاني عمرو دياب، لكن تعالوا نشوف مع شيرين عمل مشاعر، يعني من اقوى الاغاني. لو هو ما عملش غير مشاعر، عمل اغاني رهيبه. مع منير عمل اغنيتين رائعتين، منهم اغنيه اسمها قلبي ما يشبهنيش، من احلى اغنيه مختلفه. طبعا كل اغاني الكينج مختلفه، لكن قلبي ما يشبهنيش دي حاجه في عالم تاني، حالة تانية. فهو قلبي ما يشبهنيش، وعمل له كمان أغنية يونس، عمل عمرو دياب وغلاوتك والعالم الله أعتقد، وعمل لناس كتير جدا. عشان كده عمل لعمرو دياب حبيبي ولا على باله، اللي أخذ عليها الجايزة. بصوا احنا النهارده طبعا رحيم اتدفن تقريبا، يعني الله يرحمه دلوقتي، لكن احنا حق علينا ان احنا نقول ان هذا الملحن كان ملحن موهوب جدا جدا جدا. في نقطة مهمة جدا انا حابة اتكلم، هي لسه ما تحددتش، ولكن اللي انا سامعاه ان الملحن عمرو مصطفى قرر ان هو يعمل حفلة لاغاني رحيم مع المستشار ترك الشيخ. هي يعني زي ما تقول لمسة حلوة، بس أتمنى إن لو أنت لو هتم تنفيذ حفلة لرحيم بالشكل ده، كل واحد رحيم عمل له أغنية يطلع يغنيها زي ما رحيم عملها له. يعني هو ده اللي احنا بنطلبه، وأتمنى ان يا عمرو انك تفكر انك تعمل كمان الحفله دي في مصر، لان اعتقد ان جمهور رحيم جمهور كبير جدا 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 كملحن. لكن احنا بنشكرك على المبادره دي، وبنشكر الشيخ ترك الشيخ لو بتفكروا تعملوا حاجه زي كده لرحيم.
عم مصطفى قال الكلام ده على صفحته، وقال ان هو حرصا منه على تكريم ارثه الفني، بيقول ان هو تواصل مع المستشار ترك الشيخ لاقتراح بإقامة ليلة تخليد لمسيرته الحافلة بالعطاء، وانه هو وافق على الفور على الفور، وهيعلن عن التفاصيل قريبا، ونأمل ان تكون هذه الليلة فعلا مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه، وهيفضل محمد رحيم حاضر في فكرة وذاكرة الموسيقى العربية. الإرث الفني اللي سابه وشخصيته المتواضعة اللي خلته أحد أعمدة التلحين في العالم العربي ستبقى خالدة. ألف رحمة ونور لرحيم. واللي كان كمان من الموجودين في الجنازة كان حميد الشاعري، وكان مصطفى حجاج، قلنا مصطفى قمر، ومحمد حمائي، وحسن الشافعي، وجنات، ولقاء سويدان، وحلم عبد الباقي، وعزيز الشافعي، ومصطفى كامل، وعادل حقي، ومي فاروق، ومنى عدل القيعي، وحسام حسني. ناس كتيرة جدا حضرت الجنازة، وهو ده المتوقع من الوسط الغنائي، وإن هم دايما يكونوا جنب حد منهم. ألف رحمة ونور لروحه، ويا رب نكون بناخد رسالة من محمد رحيم إن احنا ما نعرفش قيمة الناس لما نفقدهم، نعرف قيمة الناس طول الوقت في حياتهم، نقدرهم طول الوقت، نودهم طول الوقت. يعني منذ العدل قال كتب إن هو ممكن يكون حصل له ده من التجاهل أو عدم الاعتراف بقيمته وإحساسه بالخزي والخزلان. بصي، هو ده اللي كنت عايزة أقوله لك. إحنا يعني للأسف دايما إحنا بنتكلم متأخر، يعني إحنا دايما بناخد بالنا في وقت متأخر، بس يمكن برضو نتعلم. الإنسان طول ما هو عايش بيتعلم. من رحيم إحنا محتاجين نتعلم إن إحنا نسأل على حبايبنا، ونسأل على الناس اللي عملونا، ونسأل على الناس اللي كانت بدايتنا معاهم ودايما طول الوقت هم سبب نجاحنا. نسأل على أصحابنا، نسأل على أهالينا. فكرة إن إحنا نتناسى والدنيا تاخدنا، أنا ممكن أتفهم إن الدنيا بتاخدنا، بس أكيد في وقت من أوقات الدنيا هتخليك ترجع تقول مثلا على فلان. رحيم اعتقد انه لو كان بيتسأل عليه من قبل الفنانين الكبار اللي لحن لهم تباعا مره واثنين وثلاثه، ما اعتقدش كان وصل لمرحله الاكتئاب اللي مر بيها قبل ما يتوفى. عشان كده منذ العدل او كتب محمد مات من عدم التقدير، كان دايما يشتكي من تجاهل انجازاته. احنا اسفين اكيد، لكن خلينا ناخد الرساله دي ونبقى طول الوقت منتبهين ان احنا بنعمل امتنان وتقدير باي شيء بسيط لكل الناس اللي حوالينا واللي بنحبهم واللي يستحقوا ده. نعمل ده، بلاش الهدم طول الوقت الموجود على السوشيال ميديا، بلاش الصراعات اللي بتبقى موجودة في الواقع. الحياة من فاتة ومفيش حاجة أصلا تستاهل، واللي بيبقى هو السيرة الحلوة.